أنا لفت انتباهي أيضا تصريح عادل، يعني هو تصريح المدرب السعودي الفرنسي رينارد، قال اليوم في المؤتمر الصحفي صالح، جملة جميلة بصراحة، يعني صراحة تصريح ممتاز ورائع، وأنا أعتقد يمكن أنه ما صرح من نفسه يعني في هذا التصريح. جملة جميلة بصراحة. قال أبدى الفرنسي رينارد مدرب الأخضر السعودي آماله في أن تكون المباراة خطوة أولى في طريق المصالحة بين البلدين، لأن السلام هو الأفضل في العالم. برافو عليك. يعني شنو رأيكم في هذا التصريح؟ التصريح علي. أمانة شجاع وتصريح طيب عبد الرضا. يعني أنا صراحة يعني هذا فرنسي تخيله أجنبي، والتقدير له طبعا ما في شك، يتكلم بهذه الروح. بالفعل ترى هذه هي كرة القدم، المحبة والسلام ما بين الدول تؤسس هذه المبادئ، وهذه مبادئ كرة القدم. يمكن احنا لما كلنا اتفقنا على ان لما فاز منتخبنا الوطني على المنتخب السعودي الشقيق، الكل فرح داخل بالكويت، والكل صحيح يعني كل الامور السياسيه والترصد اذا في حالات ارتباط اختلفت بالرياضه تتوحد كره القدم. اذا كره القدم فيها من السحر الحقيقه، سحر جمالي، سحر فني، سحر اداري، سحر من ضمنها المحبه والسلام والتقدير ما بين، يعني مدرب فرنسي يستشعر هذا، فما بالك احنا ابناء الخليج شلون نستوي. احنا يمكن كلنا فرحنا لما عادوا الاشقاء الثلاثه الى البطوله، يعني والله يشهد الله احنا فرحنا. واليوم بطوله الخليج هي من جمعت الخليج، يعني امانه، يعني يمكن الجانب السياسي ما زال، لكن بطوله الخليج 24 ان شاء الله باذن الله تعالى، ان شاء الله نقول يا رب في القمه القادمه ان شاء الله. حتى اخلاق اللاعبين نعم، ما في ما بين شوف شوف اللي الروح الرياضيه اللي سادت في هذه، يعني الرساله هذه واضحه حق الجميع. نعم رضا معرفي، يعني حتى الجمهور يعني قبل البطوله قالوا بيصير وبيصير وبيصير، لكن يوم دخلنا البطوله بالعكس وشفنا كل رقي من الجمهور القطري ايضا في احترام السلام الوطني الاماراتي او القطري او الفرق المنافسه، بالعكس يعني كانت امانه روح رياضيه ممتازه في هذا. وحمد لو تطالعون اليوم بعد ايضا جاتنا الاخبار، اخبار سعيده جدا ان طيارتين من البحرين صراحه، ونتمنى اخواننا السعوديين، يعني الناشد الاشقاء السعوديين المسؤولين في المملكه العربيه السعوديه ايضا ان يطرشون طيارات جمهور سعودي. هربوا صقر كم، يعني مشتاق حق البطوله في مباريات حضر الجمهور السعودي. احنا نقول يعني تكمله اللي طرحوه الاخوان، الرياضه تلم ما تفرق، صحيح تجمع، والعلاقات موجوده بين لاعبين دول الخليج وعلاقات قديمه يعني. فلما يجي مدرب مثل هذا يصرح تصريحين، حتى التصريح الثاني انا ودي ارجع له مال الملعب، لما يجي يصرح تصريح ويشيد في 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 العلاقات ويعطي صوره انها راح ترجع، يشيل ضغط من لاعبينه، يشيل جزء من الضغط اللي موجود على اللاعب السعودي انه شلون يبي يتعامل مع اللاعب الجمهور واللاعب القطري وكذا وكذا. فقاعد يقول له لا ترى في بوادر تبشر بالخير وذي، فالعب باريحيه وتعامل مع اللاعب هذا ما زال هو اخوك ودعمك ونسيبك وصديقك والامور هذه كلها. هذا شيء يهدي من الضغط على لاعبنا. اثنين، التصريح الاولاني اللي والجانب النفسي مهم ابو محمد جداً في هذه المباراه حقيقه. انا اكد لك بعد زياده لما جيت جاب موضوع الملعب واشاد في الملعب وتواجد الجماهير، يقول انا يهمني اني العب في ملعب في جماهير وكثافه وكذا وكذا. لا تنسى انه ما عنده جمهور، ها السعوديه ما عنده جمهور. نعم، راح يكون الجمهور اللي موجود اغلب الجمهور اغلبه 80% غده منافس. محمد هذا محترف، يعرف يتعامل مع اللاعب. اللاعب يكسب التعاطف حسب الجمهور، يعني تصريحاته مدرب صراحه كبير، يكسب تعاطف الجماهير. خلينا نفنطها ابو حسن، وانت مدرب، اللاعب السعودي يحب يلعب بدون ضغط من جماهيره. صحيح. شوف في 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 لاعب يبي ضغط من جماهيره عشان اثر اللاعب الكويتي، ها يبي ضغط من جماهيره عشان يعطي اللي عنده. في اللي لاحظناه مثلا الحين، وين راحوا الهلال؟ وراوا. وين لعبوا هناك؟ في اليابان، فازوا 2-0 صحيح تحت ضغط الجماهير بدون ضغط. اغلبيه اللاعبين السعوديه ما يبي يلعب بضغط جماهيري سعودي. انا اعتقد المدرب وهو تصريحه ذكي، ان في جماهير عارف ان الجماهير لاعبينه بيلعبون باريحيه بدون ضغط جماهيري سعودي. نعم شكرا.